نعم بالتجربة الجديدة، لو كان تحدثنا أكثر عمر كيفاش كان الاتصالات، كيفاش صارت الأمور؟ والله كما تعرف اخوي سليمان، اخوي عصام زبالي شقيق الاصغر. ونافع زايدة باش ما ننساوش، سلم على نافع. اي سلم عليا، زاد نافع خويا الكبير هذاك. اي كما تعرف خويا عصام زوار كادر في دانسي، سمع معناها اللي هما حاجتهم جوار بوليفالون يلعب اكسيال وبيبو. دونك حكى لهم عليا، قال لهم راهو متكون على نجم رياضي السياح اللي كان في ليكيب ناسيونال معناها في الليجان. دونك حكي معناها بالفيق، عندهم هما سكاوت نتاعهم وديريكتور سبورتيف، دخلوا على الانستاد قاعدين يتبعوا في الماتشويت، معناها يدخلوا للايف يشوفوا ماتشويت جديد، تبعوني بالبي. كما تعرف ما كانش النيفو في تونس مش كما في الدنمارك، والماتشويت ماهمش تلفزيون. حبوا معناها يجوني، يجيو معناها نمشي غاديك على عينيهم مدة بري تاع ستة عام كامل. وكان بعد اوبسيون داشا هذيك مفاهمة هما اللي بينهم وجيرجي، ما بينهم وبين جيرجي. بالمعارف معناها تحب تقول؟ لا لا مش حكاية المعارف، ما انت معناها تصور انت معايا كيما هو 135 سنة، ماهيش تجيب جوارنا نبوت كيف صارت أي. المفاهمة من بعد، صارت المفاهمة من بعد مع الجيد أجون بتاعي كمجي المصراتي وحمزة لشيكا، تفهموا في التفاصيل الكل كي معناها حاولوا يلقوا مصلحتي ومصلحة جرجيت وكهو. أكيد نفلك معاك أكيد، الإكيبات هذوما ما ياخذوش بالمعارف، أكيد صارت متابعة يعني كبيرة ليك. جمعية كيما ودنسي 135 سنة في السوبر ليج، الدنمارك من أحسن البلدان، معناها من أحسن الدوريات في اسكندناف في الدنمارك، ما نتصورش معناها باش يجيبوا جوير نامبورت كي كيما قلت. باهي كيفاش بدات الاتصالات؟ كيما قلت لك ما عادش حكاو بالليزاجون نتاعك، عصام هو سهل الامور. عصام انا قلت لك هو جيت سواسته في الحكايه باش يتبعوني انا، بعديك صارت الاتصالات مع الليزاجون نتاعي وحاولوا، اني قلت لك كيما قلت لك النيفو في تونس مش كيما في الدنمارك، وما شويه ماهمش تيليفيزي، حبوا نجي اكثر على عينيهم غاديك بري، ومن بعد اوبسيون داشا هذيك المفاهمة ما بينهم هما وجرجيس. نتصور مع وصول مع وجود عصام غادي يسهل لك اكثر حتى الانتيغراسيون في الجمعية. اي الانتيغراسيون كما تعرف بحكم حتى اللونغ مانيش متمكن منها برشا، نحاول مع عصام غاديك باش يعاوني معناها حتى في الكلام وفي معناها نكتشف بلاد جديدة، ماك تعرف مونتاليتي جديدة الدنمارك، بس لازمك معناها شوي وقت باش تتأقلم، وعصام ينجم يعاوني في الحكاية هذي. الشوا نتاع إعادة بستة شهور نتاع العقد وبعد في أوبسيون داشا، علاش خذاو التوجه هذا؟ حبوا يشوفوك أكثر شنو بالضبط؟ يعني قلت لك البري راهو جيست معناها باش يشوفوني أكثر غاديك على خاطر النيفو ماهوش متقرب لبعض، وما كثر ماتش بيت ماهوش تلفزيون في تونس طاحت، هما جيست تبعوا الكاليتي نتاع الجوار معناها تبعوا عمر جبيري، حبوا عارفوا الكاليتي نتاعو، عمل ماتشويت معناها لعب ماتشويت الكل في الليغا هكا هو. دونك حبوا معناها نجي اكثر على عينيهم غاديك بري ست عام كامل، ونعطي معناها نحاول باش نعطي مردود به، نحاول باش نقدم الاضافه، ومن بعد كان فما حاجه ربي سهل هذيك اوبسيون داشا ان شاء الله ربي سهل. واتفقوا مع جرجيس على كل التفاصيل بخصوص كل شيء اتفقوا معاهم سي بون. اعطينا شويه تفاصيل، الفلوس قديش؟ اعطينا شويه. لا لا خويا والله انا ما نجمش، كل شيء مربوط بالاداره نتاع جرجيس هذوكم هم لازم تسالهم. باهي سي سينو تالق كبير في الموسم الماضي، ظهر العباد اكتشفتك انت متكون في النجم الساحلي كيف كيما عصام ايضا، رغم انتم ولاد مجاز الباب حتى نافع متكونين في الاتوال، لكن جرجيس ظهر. نعم ثلاثة متكونين في الليتوال وثلاثة لعبتوا في جرجيس وظهر لي مع نفس الرئيس اللي هو علي الوريمي، زاد فما سر في هذا ولا شنو؟ ماشيين في نفس الشواء معناها، وانت كملت تبعت عصام حتى في الدنمارك تو. والله كل شيء هذا كتبة ربي، ما نجمش الواحد يدخل في حكم ربي سبحانه، هذوكم كتبة معناها مصيرنا جاي كانوا باش نلعبوا ثلاثة في جرجيس، المفيد كي لعبنا احنا ثلاثة في جرجيس خلينا سمعة باهية، عصام خرج من الباب الكبير نافع كيف توا هنا، كانت عندها فضل كبير علينا الحمد لله وكهو. جرجيس جمعية كبيرة كما تعرف، نحب نشكرهم بالمناسبة هذه، نشكر الدكتور سي علي الوريمي، نشكر الحبي، وإن شاء الله عمر يشرفهم البطولة الدنماركية يا رب. شنو طموحاتك عمر بالخطوة الجديدة هذه في مسيرتك؟ والله طموحاتي نتاعي كوني معناها نعمل
العام هذايا طبعا نقدم فيه مردود به، نحاول باش نتحسن ماك تعرف الدنمارك نيفو بعيد ونيفو ما واحد يخدم على روحه، يحاول باش يتحسن غاديكا باش يعطي صوره باهيه كما عمل عصام، دونك لازم نبقى في النيفو هذاك. نتصور ما هي الا خطوه، نحب نشوفوك في حتى فرق اكبر وجمع وبطولات اكبر عمر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خويا سليم، واحد مازال صغير 22 سنه في ودمس كما قلت لك جمعيه 135 سنه، دونك باش تولي طموحات اكبر، باش تحاول تتحسن، باش تحاول معناها تمشي نيفو ما خير، علاش واحد ما يمشيش معناها نيفو ما خير من سكوندينار. هو انا قلت في بدايه التقديم نهار سمعت ولا قلت من لعبيتنا ولا يختاروا الوجه الاسهل باش تجني الاموال اللي هي السعوديه ليبيا مصر زادة، انت علاش خذيت الشوا نتاع اوروبا؟ والله ملي صغير انا طموحاتي ملي صغير كوني نمشي معناها لاوروبا، نمشي نلعب في جمعيات باهين في نيفو محترم، مازلت صغير معناها تو تجي السعوديه وتو كان معناها كان فما حاجه مخير في الاوروب وباش نقدم الاضافه، حتى السعوديه معناها نيفو محترم، حتى جواري تتويتا معناها كي تمشي للسعوديه راهم في جمعيات باهيين، ما نعرفش كيفاش نقول لك، اما كل حد الشوا نتاعو في الدنيا هذه طموحاته. عمر مش ماخذ شويه بطوله الدنمارك بدات ظهر لي الجمعه اللي فاتت. اي مش مشكلة احنا حتى كملت مع جرجيس في الماتشات الكل وقعدت ترينا معناها ما حبستش الجملة نترينا خويا على بريباراتير الكل ما حبستش فهمت. وقتاش تطلع ان شاء الله؟ ان شاء الله قدمت الاوراق تو انا عندي في عالكارتي جور جيت بيانات معناها جمعة اخرى وان شاء الله ربي يسهل. تكون جاهز الماتشات وقتاش نجمو نشوفوك في التشكيلة؟ وقت شنو يا خويا سليم؟ وقتاش تكون جاهز الماتشات وقتاش نجمو نشوفوك تكون؟ انا اخويا من تو جيت تعرف ما غير بريباراسيون اللي لي حاضر حاضر ما قصيتش على الانترينمون ما صيفتش ما بحبتش ما قصيتش من اللي باش نوصل غادي من اللي باش نوصل غادي كمان لكن باش يسحقوني باش نلعب مهم مهم جدا اكيد باهي العينين عليها وليد بطولة الدنمارك خاصة مع وجود عصام في المنتخب كيف نسمة سليمان كيف في المنتخب من براندبي تطمح كاس العالم عاش لو كان تمشي الامور خاصة فيس عمل الاولى والله هذه يعني سليم كل شيء مربوط بال انا وشني باش نعمل غاديكا كان بديت نلعب ومعناها وريت الصوره الباهيه ان شاء الله جلال القادر في جلال معناها ينجم يعيط لك في اقرب وقت كان يراني باش نستحق معناها نكون في ليكيب ناسيونال علاش لا واحد يمشي غاديكا يعني نقول كافي مردود باهي ومن بعد كان فما حاجه كل شيء كتبت ربي ان شاء الله. هو انت بوليفالون عمر معناها تلعب بيفو تلعب اكسيال شنو البوست اللي تحبذها اكثر؟ والله كنت بيفو قبل لما العام هذايا مع سيمونير راشد راه فيا كوني نجم نلعب اكسيال خير ماشيه معايا الحمد لله العباد اكتشفتني اكسيال خير. اون بليس فالي حتى اذا كانت تخمم في المنتخب ما عادش كان تسمعني انا البيفو معبي يا خويا لاكس تنجم تقلع بلاستك حتى في كاس العالم خويا عندنا شويه مشاكل في اللاكس. ولا ما نعرفش الوسط كما قلت انت مع بيفي بزي كرون جوير حتى اللاكس كيف كان يعني قلت لك كل شيء بنت جلال القادري كان معناها راني باش نكون في المنتخب علاش لا انا تو مركز انا تو مركز على جمعيتي في الدنمارك باش نحاول اني قلت لك نعمل باركور باهي ومن بعد كان فما حاجه كيف الناس من الكوب دي موند علاش لا يعطيك الصحة عمر ان شاء الله نشوفوك اكيد خطوة هذه مهمة نشوفوك في جمعيات ما اكبر ان شاء الله نشوفوك لما ليه في المنتخب اكيد كل شيء يجي بالخدمة نخليك في الاخر لو كان تحب تقول كلمة للجمهور جرجيس مجاز الباب ليتوال الفرق اللي كونتك هذوما الكل. انا خويا نحب نشكر بطبيعتي ولد مجاز الباب انا معناها هذيك حومتي ودارنا والعباد تحبني لهنا ليتوال الجمعية زادة كبيرة تكونت فيها اما الحب الاول والاخير ترجري هذه ترجيس جمعية كبيرة جمعية مريت منهم كان الباهي عندها فضل كبير على العائلة الكروية نتاعنا نحبهم برشا ونشكر بالمناسبة هذه الدكتور سي علي الوريمي والهيئة المديرة الكل اللي وقفوا معايا والجمهور اللي عاوني نشكرهم برشا وان شاء الله يشوفوا عمر في مراحل اخرى متقدمه ان شاء الله. هو بصراحه بخلاف حتى كوره وكل شيء عمر يعطيك الصحة على الشواء اللي خذيته واضح حتى في مخك معناها ظاهر انسان تعرف شنو تعمل ما قصيتش على لونترينمون نتاعك كيف حتى نعطي اكزومبل صغير قبيليك كي حكينا وكلمتك قلت لي شوف مع لاجون نتاعي هو اللي نسق الامور هذه دونك واضح تخمامك معناها اكثر كوره ان شاء الله ربي يوفقك ونشوفوك في محطات ما اهم ان شاء الله. ميرسي عليك خويا سليم وان شاء الله تكون اكسبريس اف ام مبروك على عمر الشفيلي ان شاء الله يعطيك الصحة عمر بالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربتك. ميرسي عليك سليم القادمة في بطولة الدنمارك
الاشتراكيه مع نادي اودينس. نشوفوك لما ليه ان شاء الله انت وعصام متالقين في الفرق في الفريق هذا، ولما ليه ايضا في المنتخب كل شيء ممكن في الفتره المقبله، اكيد كل شيء بالخدمه والعمل والتالق يجي بطبيعته ان شاء الله. مزيكا الاخبار وبعد مكملين فير بلاي حتى الخمسة ونص.